مباشرة أيضا من ولاية سنار عبر الهاتف معنا مراسل قناة الشروق الزميل السمان أحمد عمر. أهلا ومرحبا بك سمان، صباح الخير عليك. مرحبا بك وصباح الخير عليك لينا وصباح الخير على الزميل منذر. على يديك العافية السماني، وكلمنا عن الوضع الراهن الآن في ولاية سنار عموما. يعني نعم منذر، ولاية سنار يمكن من الولايات التي تضررت بشكل كبير بسبب جراء الفيضانات والسيول، ويمكن محلية سنجا خاصة مدينة سنجا تضررت بشكل أكبر. نعم. في الأحياء الشرقية لمدينة سنجا يمكن. نعم. الوضع الآن هو الوضع كارثي تماما بفعل الفيضانات، يمكن آلاف الأسر الآن في معسكرات الإيواء شردت بفعل الفيضانات. نعم. يمكن محلية سنجا لوحدها تضرر أكثر من 4708 منزل، ضرر ما بين كامل وجزئي، وأيضا أكثر من 1003 أسرة هي الآن في معسكرات الإيواء داخل مدينة سنجا. نعم. هذا فضلا عن بقية القرى في محلية سنجا، إضافة إلى بعض القرى في المحليات الأخرى. يمكن ولاية سنار فيها ثلاثة محليات تتضرر كل عام بشكل متوالي في جراء الفيضانات، اللي هي محلية السوكي ومحلية الدندير ومحلية بحجار ومحلية سنجا، كانت تتضرر ضرر نسبي، لكن الآن هذا الفيضان أكبر عن الفيضانات السابقة في المناسيب. ويمكن على مستوى السودان هذه المناسيب فقط مناسيب العام 88 و46 كما يعلم الجميع. نعم. أيضا الآن الوضع في ولاية سنار أو يمكن أفرز أوضاع صحية كارثية إذا لم تتم المعالجة بصورة فورية، خاصة أن هذا الفيضان جلب الكثير من التداعيات الصحية. نتوقع يمكن في ظل هذه الظروف الاستثنائية ظهور كثير من الأمراض، خاصة يمكن ولاية سنار في فترات سابقة جراء الفيضانات والسيول كانت تصاب أو ينتشر فيها وباء الكوليرا. نعم. طيب السماني، يعني كلمنا عن الجهود سواء كانت حكومية سواء كانت مجتمعية، والوضع يعني لقدام، يعني هل في تحركات من المجتمع؟ هل في تحركات من حكومة الولاية بقيادة والي الولاية، تحركات إيجابية يعني في وجهة نظركم أنتم؟ نعم، يمكن الوضع الإنساني تعاطف معه الكثيرون، خاصة منظمات المجتمع المدني وبعض المنظمات الولائية في الولاية وبعض المنظمات الاتحادية. يمكن شهدنا كثير من الغوافل المساندة والدعم من قبل كثير من الشركات والمؤسسات والمنظمات دعما للمتأثرين بالفيضانات والسيول. نعم. ويمكن على الجانب الرسمي يمكن شهدنا الولاية شهدت زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. نعم. التي كانت وقفت إلى جانب المتضررين وتفقد معسكرات الإيواء في مدينة سنجا. ويمكن أيضا هنالك جهود وتحركات صحية على مستوى وزارة الصحة ولاية سنار، اللي هي لتلافي الآثار السالبة التي تنجم من الفيضانات والسيول. ويمكن شهدنا غرفة طوارئ الولاية تتحرك بشكل دؤوب، خاصة في المناطق التي فيها فيضانات في محليات السوكي ومحلية سنجا ومحلية بحجار. هذه المحليات هي الأكثر ضررا. الآن في جهود رسمية وجهود شعبية تتضافر كل الجهود لدرء الآثار السالبة الناجمة عن الفيضانات والسيول بولاية سنار. يمكن هنالك أصوات شعبية تنادي لتفعيل قيم التكافل والتعاضد في مجتمع ولاية سنار، خاصة أن ولاية سنار هي ولاية زراعية. أيضا كل الناس في ولاية سنار أو كل المجتمع وقف إلى جانب المتأثرين بالفيضانات والسيول. نعم. هنالك جمعيات تقوم بجمع الإيواء الكساء، وهنالك بعض المنظمات وبعض الجمعيات تقوم أيضا بصنع طعام للمتأثرين. نعم. زميلة سماني، يعني هناك حديث عن انه في بعض القرى تأثرت تأثيرا كبيرا بالفيضان، لدرجة انه يعني طلب من اهاليها انهم يخلوا منازلهم، تم تهجير سكان من منازلهم. وضعهم الآن كيف؟ يعني الى اين تم ايواءهم؟
ويعني وكيف يعيشون يعني في هذه اللحظات العصيبة والسيئة يعني. نعم لينا، الوضع الإنساني بالنسبة لهذه الأسر وضع مأساوي حقيقة، لكن هنالك بعض المعالجات تمت من قبل حكومة الولاية بفعل القوافل التي وصلت، تم إعداد مراكز إيواء لهؤلاء الأسر. يمكن في قرية الجميزة في محلية سنجة هي تضررت ضرر كامل، هذه القرية أصبحت أثر بعد عين بعد ما غمرها الفيضان كاملا بالمياه. الآن هؤلاء الأسر تعيش في مناطق بعيدة نعم عن المياه، لكن هي في معسكرات إيواء لأنها تضررت بشكل كلي، وكثير من الغرى تشبه حال قرية الجميزة في محليات ابو حجار ومحليه السوكي. ويمكن هنالك لينا ايضا تخوف من نهر الدندر. نهر الدندر الان منسوب فوق كل المناسيب السابقه، ويمكن الان منسوب نهر الدندر تجاوز 14.5 متر، ويمكن ده هي مرحله الفيضان. ربما نتوقع فيضان نهر الدندر اذا لم تكن هنالك تحوطات. نعم نعم، في هطول للأمطار في الأيام دي يعني السماني؟ نعم، هطول الأمطار متواصل في ولاية سنار. يمكن الآن فضيحة اليوم ولاية سنار شهدت بعض الأمطار متفرقة، بمدينة سنجة تحديدا شهدت أمطار لكن خفيفة، وتواصلت الأمطار في بقية محليات وولاية سنار خاصة المحليات الجنوبية. نعم. يعني دعواتنا وقلوبنا أكيد مع كل الأهالي في ولاية سنار وكل المناطق الموجودة داخل ولاية سنار، وإن شاء الله الشعب السوداني يظل دائما يد واحدة يعني، ويمد يد العون لإخوانهم وأهاليهم وجيرانهم اللي فقدوا منازلهم بين عشية وضحاها، وإن شاء الله نقدر يعني نعدي من الكارثة دي. وأنا من الصباح بصير وبقول انه الشعوب تنهض بعد الكوارث. هنا شكرا لك كثير جدا الزميل السماني احمد عمر مراسل قناه الشروق بولايه سنار. كنت عاوز تقول حاجه او كده؟ نعم، اود ان اسلط الضوء على زياره الدكتور عبد الله حمداك، والتي ركزت بشكل كبير على الجوانب الانسانيه في توفير مواد الايواء والغذاء لهؤلاء الاسر المتضرره. يمكن زياره الدكتور عبد الله حمداك وجدت ارتياح كبير من قبل المجتمع السناري خاصة سكان المتضررين بمدينة سنجة. ويمكن أيضا حكومة الولاية رفعت بعض المطالب العاجلة والضرورية لمعالجة آثار الفيضان. يمكن حكومة الولاية إحدى المطالب التي تم رفعها للحكومة المركزية وسلمت في شكل مذكرة من قبل المتضررين لحكومة الدكتور عبد الله حمدوك، اللي هي توجيه صندوق الإسكان الاتحادي بتفعيل الصندوق في ولاية سنار لإيجاد خطط إسكانية وإنشاء مدن سكنية لهؤلاء المتضررين. ويمكن أيضا نوقشت في زيارة في اجتماع مع حكومة الولاية وبعض الجهات الشعبية خاصة الإدارة الأهلية بإغناء الأهالي وترحيلهم إلى مناطق آمنة بعيدة عن مرمى النهر، خاصة يمكن الشريط النيلي في ولاية سنار هو شريط ذو كثافة سكانية عالية جدا. سيتم إقناع الأهالي من خلال الجلسة التي نوقشت بإيجاد وإنشاء مدن سكنية جديدة تأوي هؤلاء المتضررين حتى تتفادى الولاية الفيضانات المتكررة في كل عام. مراسل قناة الشروق من ولاية سنار الزميل السماني أحمد، شكرا لك. شكرا جميلا. اكيد بنتواصل يا منذر، لسه الحديث يعني يطول عن الفيضان واثار الفيضانات والخريف وتكرار الخريف وقبل الشوارع في كل عام. صور كارثيه جدا يعني في ولايه سنار وفي مدينه سنجة بالتحديد وكل القرى الموجوده في سنجة. وكان والي الولايه يعني ارسل الاستيقاظ لكل اهل الخير انه يلحقوا اهلنا في مدينه سنار وفي ولاية سنار ومدينة سنجة. وزي ما ذكر السماني انه في اجتماعات اليوم حيتم اقناع السكان اللي قاطرين يعني جنب النيل يطلعوا من بيوتهم، لكن المشكلة دي طبعا يطلع من بيته صعبة شوية. عندنا في الولايات دائما ولايات السودان الحبيبة يعني خاصة اهلنا الكبار يقول لك انا ما بطلع من بيتي، انا ما بخلي ارضي، انا حموت في بيتي. لكن المسألة بقت مختلفة يعني.